بل جهودكم الكبيرة التي تبذلونها هذه ثمرة منها، لأن جهودكم في توعية الناس وفي توجيههم التوجيه الصحيح السليم المثمر الذي يهدي الناس إلى الحق وإلى طريق الله، لكن لا بد من المضاعفة، مضاعفة الجهد، لأن الحوادث تتكرر دائما وأبدا وتزداد. مجالنا يتمثل في الآتي، مجالنا يتمثل في الآتي، وهو توعية الناس، توعية المجتمع، الشيء الذي يرفع والشيء الذي يضر. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى لأن يحفظ هذا المجتمع ويحفظه من المشاكل، إذن المجتمع سيكون مستقر.